هنالك تعليق من حنين تقول أنه المشكل الوحيد أن المريض النفسي لا يعرف أنه مريض ولا يقتنع أنه لازم يتعالج ويقنع نفسه إن مر بأزمة وفايته والأهل صعب عليهم الأمر. الله يشفي كل مريض. آمين أختي حنين. طبعا إحنا ما نعمم، يعني ما نقول إنه كل مريض نفسي لا يعرف إنه مريض، ما يصير هذا تعميم. هناك الكثير من المرضى النفسيين وربما الأغلبية اللي هم يعرفون إنه يمرون بحالة مو طبيعية، إنه هذا الشيء هو مو طبيعتهم، ولذلك يبحثون عن المساعدة. طبعا أكو هواية مرضى نفسيين ممكن ما يبحثون عن المساعدة لأنه هم يخافون من وصمة العار المتعلقة بالمرض النفسي. هذا شيء واحد، هذا مو أنه هو ما يعرف هو مريض، لا، هذا هو يعرف هو مريض بس يخاف يروح ويشوف طبيب نفسي، فهذا شيء مختلف. لكن أنا أقول أنه يمكن الكثير من الناس، كثير من الناس أو المرضى النفسيين يعرف أنه أكو شيء غير طبيعي، يعرف أنه أكو شيء يأثر على نفسه، بس ربما أيضا مسألة الوعي والتعليم والثقافة. يعني الإنسان إذا ما عنده وعي وثقافة بهذا الموضوع يمكن راح يفكر أنه أنا مسوي لي سحر مثلا، أو أنا مسوي يعني أكو فد أحد يأثر علي، تمام، فيفكر بي يعني تفسيرات غير علمية للأعراض اللي هو يمر بيها. لكن الإنسان المثقف والواعي والمتعلم والقارئ إنه شنو هي الكآبة، شنو هو الفصام، شنو هو الذهان، قد يكون أفضل في أنه يفهم الأعراض مالته ويبحث عن المساعدة. ولذلك نرجع ونقول أنه هاي القناة جدا مهمة، لأنه يمكن راح تسمع منها فد معلومة مفيدة، راح تسمع منها مثلا ما هي أعراض الذهان، ما هو أعراض الفصام، ما هي أعراض اضطرابات القلق، وبالتالي راح تساعد نفسك في أنه تفهم الأعراض اللي أنت تمر بها أو يمكن أحد من أقاربك أو أصدقائك يمر بها، وبالتالي تساعدهم في أنه يجدون علاج. الأمراض النفسية لها علاج، حتى الأمراض خلينا نقول اللي هي ما لها فد يعني علاج يسبب شفاء تام، مثلا خلينا نقول أمراض الألزهايمر أو الخرف، هاي ما بها علاج تام، لكن العلاج قد يسيطر على بعض الأعراض، قد يؤخر أو يبطئ بعض الأعراض، تمام، وبالتالي أيضا بفائدة. فلذلك ننصحكم دائما أخوتي وأخواتي أنه تقرون عن هذه المواضيع، لأنه الأمراض النفسية تمس حياة كل واحد بينا، ماكو واحد بينا ما رح يمر بأي مرض نفسي أو خلينا نقول بأي تقلبات مزاج في حياته، مستحيل. إحنا كنا نعيش في حياة يعني خلينا نقول بها هواية أشياء ممكن أنها تأثر على نفسيتنا. طبعا الإحصائيات تقول يعني بالغرب أنه واحد من كل 4 أشخاص راح يصير بمرض نفسي، لكن حقيقة أنا أقول كلنا راح يمر بينا أعراض مرض نفسي في فترة من حياتنا، لكن يمكن هاي الأعراض تتحسن بدون علاج، وممكن أنه نحتاج بها إلى علاج. هنالك سؤال من أبو عبد الله على البث المباشر يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هل دواء الذهان يسبب التبلد؟ أعتقد يقصد، وما هو الحل؟ أدوية الذهان لا تسبب خلينا نقول التبلد، أو يعني شلون التبلد، إذا يعني نشرحها شوية بطريقة أبسط، إنه ضعف القدرات الذهنية عند الشخص، يعني الشخص يكون ما عنده أي تركيز، ما عنده أي انتباه، ما عنده أي ذاكرة، ما يتذكر الأشياء، ما عنده اندفاع لفعل الأشياء، فيسموه هذا التبلد من البلادة، تمام؟ هل هي تسببها؟ طبعاً هي إذا استخدمت بطريقة صحيحة وبجرع مناسبة المفروض ما تسبب هذه الأعراض، المفروض هي تعالج لك أعراض الذهان وتخليك ترجع إلى دراستك وعملك وحياتك الطبيعية، تمام؟ لكن يعني هل إنه إذا زيادتها ممكن إنه تسبب هذا الشيء؟ نعم. وأكو شيء دائماً إحنا نقوله، أنه أعراض الذهان هي بحد ذاتها قد تسبب اضطرابات ذاكرة،
وقد تسبب اضطرابات ب خلينا نقول ب يعني باندفاعك على عمل الأشياء وتأثر على طاقتك وحيويتك وقد تسبب الكسل أيضا. فإحنا ما يصير اللوم بس الأدوية على هذه الأعراض لأن هاي الأعراض قد تكون بسبب المرض نفسه. وأيضا نعطي مثال يعني يمكن تكلمت به هواية على بالقناة أنه شافوا أنه إذا تطي مضادات الاكتئاب من النوع نوع معين اللي هو الأدوية المثبطة لإعادة امتصاص السيروتونين مثلا البروزاك، شافوا إذا تطيها لبعض المرضى المصابين بالاكتئاب خاصة المرضى الشباب أو الصغيرين بالعمر يزيد نسبة إصابتهم أو تزيد عندهم الأفكار الانتحارية والمحاولات الانتحار. لكن أيضا يعني بعض الباحثين يقول ما هي الكآبة نفسها اللي أنت تعالجها بهاي الأدوية تسبب زيادة بأفكار الانتحار ومحاولات الانتحار والموت بالانتحار. 90% من الناس اللي يموتون بالانتحار هم عندهم كآبة. تمام؟ فلما أنتم تتعرضون إلى هيك أسئلة أخوتي وأخواتي دائما فكروا أنه المرض اللي أنت تستخدم هاي الأدوية به قد يسبب بعض هذه الأعراض. والسلام عليكم. ما هو الحل طبعا للكسل والتبلد إذا صار ويا هذه الأدوية؟ هو طبعا أنه تضبط جرعة العلاج، تقلل جرعته إذا كان بدأ تأخذ جرعة عالية أو تغيره إلى دواء ثاني ممكن أنه يكون ما يسبب لك هذه الأعراض. الأخت نورة، السلام عليكم، ما رأيك باستخدام الكويتايبين لعلاج رجفة اليد الناتجة من دواء أبيليفاي 30 ملغرام؟ شكرا جزيلا أختي نورة. لا يفضل أنه تدمج الكويتايبين مع الأبيليفاي أو الأريبيبرازول. ليش؟ لأنه أعتقد هذا أنه يعني حكينا عن هذا الموضوع هواية. الكويتايبين والأبيليفاي هما اثنيناتهم أدوية مضادة للذهان، تمام؟ من الجيل الثاني السكند جينيريشن، فهم متشابهين جدا في عملهم. نعم أكو فرق يعني بينهم بالنسبة للأعراض الجانبية، بالنسبة لمسألة تأثيرهم على المستلمات مال الدوبامين، بس هم اثنيناتهم بالنهاية اثنيناتهم أدوية مضادة للذهان، فلا يفضل أن تدمجهم معا لأنه هذا راح يسبب زيادة بالأعراض الجانبية. الرجفة الموجودة مع دواء الأبيليفاي ممكن أنه أنت تقلل دواء الأبيليفاي لأنه يمكن تكون بسبب الجرعة العالية، فقلل الجرعة مع الأبيليفاي أحسن من ما تضيف الكويتايبين. الكويتايبين هم ممكن أنه يسبب رجفة يعني، فلا يعني لا يفضل دمجهم على مود تعالج الأعراض الجانبية أو أحتى الأعراض الجانبية مالتها لأنه راح تنتهي بأعراض جانبية أكثر.